فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إن بعض طلبة العلم يقولون إنه إذا صلى في صلاة التراويح فإنه يستفتح في أول ركعتين ثم لا يستفتح بعد ذلك بالتسليمات الباقية، فهل ذلك؟ ما قاله أحد فيما أعلم، هذا ما قاله أحد فيما أعلم، بل يستفتح في كل تسليمة، لأن كل تسليمة مستقلة عن التي قبلها. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.